اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفنا الكابتن احمد اكرم السباح الاولمبي. اهلا بيك كابتن احمد. اهلا بحضرتك، منور شاشه قناه النادي. ربنا يخليك، ده شرف ان انا موجود مع حضرتك النهارده. طب مشوار طويل، يعني على قد ما سنك صغير يا احمد، يعني مشوار يعني طويل. بص انا بحب ابتدي مع ضيوفي من البدايه. اكيد انت طبعا ازمه كورونا جت، كان في اولمبياد 2020 وبعد مزبوط. كده توقف الموضوع، انت كنت في امريكا، احكي لي القصه دي مشيت ازاي. انا اتخرجت في 2019 صيف 2019 من جامعه ساوث كارولينا، وبعدين رحت جامعه نورث كارولينا عشان المدرب بتاعي كان نقل الجامعه اللي هناك، فرحت مع الجامعه هناك. كنت بدفع فلوس طبعا عشان الجامعه دي جديده، فلازم ادفع فلوس عشان اتمرن هناك. فنقلت الجامعة، بدأت أتمرن شهر 6 2000 في سنة 2019. وبعد كده جيت كنت أتمرن عشان التأهيل لتأهل الأولمبياد. مظبوط، كان في بطولة عالم في كوريا شهر 7 2019. فأنا جيت مصر هنا، عمت مع كابتن شريف حبيب مدربي، عمت بالظبط تقريبا شهر وشاركت في بطولة عالم. انا الفتره دي كان عندي امتحانات طبعا، مش حضرتك عارف التخرج، فكنت مركز اكتر في الامتحانات. اكيد اكيد طبعا. فرحت الحمد لله وشاركت في بطوله العالم وطلعت من احسن 20 سباحه على العالم ما شاء الله. فدي في الظروف دي كانت حاجه كويسه قوي ان انا ما كنتش بتمرن ال10 وحدات بتوعي. وبعدين رجعت من بطوله العالم، كان عندنا دوره الالعاب الافريقيه في المغرب، اتمرنت حوالي شهر ونص كمان وشاركت في دوره الالعاب الافريقيه. شاركت في سباقات 800 و 1500 متر حرة، فزت بالسباقين الحمد لله، و 400 متر حرة طلعت المركز الثالث ما شاء الله، وحققت المركز الأول برضه في تتابع 4 في 200 حرة. وبعدين بعد دورة الألعاب الأفريقية أنا سافرت أمريكا تاني يوم 15/9/2019 تمام، على ان انا استعد لدوره الالعاب الافريقيه. كنت هتروح على نورث كارولينا اللي هي الجامعه اللي انت اتنقلت لها مع مدربك القديم. مظبوط. ورحت بالفعل. ورحت بالفعل تمام. وكنت بتمرن وكل حاجه كويسه، وشاركت في بطوله في شهر 12، وشاركت اخر بطوله شاركت فيها كانت شهر 3 قبل التوقف بتاع كورونا، وكان ناقص لي اقل من ثانيه على رقم التاهيل المباشر لطوكيو. بس بعد ما شاركت في البطولة وكسبت ال 800 متر حرة، حققت 7 دقائق و55 ثانية، ورقم التأهيل كان 7 دقائق 54 ثانية. قربت جدا، كان أقل من ثانية بالظبط. ثانية وبعدين حصل موضوع توقف كورونا والدنيا كلها قفلت هناك، وأنا كنت على بكلم والدتي على طول طبعا، وباخد رأيها وباخد رأي كابتن شريف حبيب مدربي. فاتفقنا ان انا احسن لي ان انا ارجع مصر دلوقتي، عشان الدنيا في امريكا كانت لسه كانت في الاول، بس الدنيا كانت بتزيد يعني، تشل تماما طبعا. فكنا كلمنا مهندس ادريس رئيس الاتحاد المصري للسباحه ودكتور اشرف صبحي ان هم يحاولوا يرجعونا انا وكذا سباح تاني كان عايش في امريكا، والحمد لله ربنا كرمنا وعرفوا يرجعونا على طياره واشنطن، كان يوم 1 ابريل 2020. خليني بقى يعني نروح بقى يعني لرحله عودتك طبعا من واشنطن، لان طبعا احنا نقسمها على فترتين. أكيد. بس خلينا نعرف ده بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع عشان نرجع نستكمل حوارنا مع سباح مصر الاولمبي احمد اكرم. اهلا بحضراتكم من جديد، بنستأنف حوارنا مع سباح مصر الاولمبي احمد اكرم. احمد احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل ان وقفنا على عودتك مع العالقين. مظبوط. وتدخل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه على عودتكم من واشنطن ورجعت. مظبوط. عملت ايه من ساعه ما رجعت؟ لما رجعت من واشنطن كان لازم حضرتك عارف الاجراءات ان احنا نقعد حجر صحي اسبوعين. تمام. فروحنا مرسى علم قعدنا اسبوعين هناك، وبعد كده رجعنا القاهره، رجعت البيت الحمد لله. حضرتك عارف ان النشاط الرياضي كان واقف خالص لحد يوم 1/7، فمن فتره من نص 4 لحد يعني من ساعه ما رجعت البيت لحد 1/7 كانت مجهودات شخصيه بقى. انا جبت اجهزه في البيت بتمرن حاجات ليها علاقه بالسباحه، نفس الموشن بتاع السباحه، بس برضو انا سباح بعوم مسافات طويله، محتاج ان انا انزل ميه وبيبقى لي احساس صحيح. الميه صحيح. بس فكنت بنزل اجري ساعات مع ناس صحابي، اعمل تمارين في البيت، بس الموضوع ده ما كانش كافي يعني، ما كانش افكتيف بالشكل الكافي طبعا، لان مزبوط. 4 شهور راحه كتير. مزبوط. جدا. وكان في ناس في الدول الثانيه كانوا بيتمرنوا، بس انا الظروف بتاعتنا في البلد ما كانش ينفع حد يتمرن، حمامات السباحه مقفوله وكل ده. مظبوط صحيح. بس فمن اول 1/7 اول ما النشاط رجع الحمد لله رجعت التمرين، وكنت واخد الموضوع واحده واحده برده عشان مش عايز يجي لي اصابه. انا صحيح. كنت موقف 4 شهور خطر جدا طبعا. فحطينا خطه
خطه فنيه انا مين بيمرنك دلوقتي يا كابتن؟ كابتن شريف حبيب. شريف حبيب فطبعا حطينا خطه فنيه وحطينا اول اسبوع هنعمل ايه تاني اسبوع عشان نمنع الاصابات. صحيح. وفي نفس الوقت نرجع للمستوى بتاعنا فتره كويسه. فالحمد لله في 3 شهور ده احنا رجعنا في مستوى كويس قوي احسن من ما كنا متوقعين بكتير. وكان عندنا بطوله كاس مصر يوم 15/10 لحد يوم 20/10 شاركت في 4 سباقات 400 و800 و1500 وال200 متر فراشه. الحمد لله كسبت سباقاتي كلها وعملت ارقام كويسه جدا الفتره اللي فاتت وخدت كاس احسن سباح برده. فبدايه عرفنا قلنا الخبر ده الحقيقه وده خبر اسعدنا جدا وده الحمد يعني لله. ده اللي انت الحمد لله بترجع لمستواك بشكل كبير. طب خلينا نقول الو كده. طب قول الو يا كابتن. الو الو معانا كابتن شريف حبيب. طبعا انت طبعا معاك ما عرفتش الصوت. لا طبعا كابتن شريف حبيب المدير الفني السابق لمنتخب مصر وطبعا المدرب الشخصي طبعا لاحمد اكرم. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك. يمكن كان انت ليك سبب اساسي في تغيير مسار احمد اكرم يا كابتن. يعني لما كان بيلعب هو مسافات قصيره وحضرتك قلت له طب ما نجرب مسافات كبيره. احكي لنا قصه الموضوع ده يا كابتن. لا هو احمد انا جيت في نهايه 2012 جيت مسكت مدير فني نادي الاهلي. واحمد كان في الفريق العمومي سباح متميز بيكسب سباقاته وبيقوم ال 200 فراشه بيكسبها ومن السباحين المتميزين في النادي. لما كنت بمرنه في التمرين احنا سباحه الفراشه لعبه يعني تعتبر من السباحات الصعبه شويه. صحيح. لما نيجي ننمي التحمل بتاعها بننميه بالسباحه الحره. فلقيت في التمرين ارقامه يعني ممتازه ورايحه في الاتجاه ان هو يبقى سباح ديسنت كويس. فبدات اتفاوض معاه واحمد سباح هادي وملتزم وبيفهم وعنده حس موهوب سباح موهوب. فبدات اعمل معاه ديل اقول له احنا النادي الاهلي دينا 5 سباقات انت هتختار 3 وانا هختار 2 فايه هما الاثنين. المهم يعني انا بحبيت اجهزه بدري شويه ان هو هينزل 1500 والحمد لله من اول مره نزل 1500 حطم رقم سباح النادي الاهلي برضه سباح الفز حاتم سيف. فاول مره كان رقم بقاله 21 سنه حطمه بفارق 15 ثانيه فكان حاجه يعني. طب كانت مفاجاه ليك يا كابتن حصوله على ذهبيه اولمبياد الشباب 2014 ولا حضرتك كنت متوقع ده؟ حضرتك اساله انا وهو احلمنا كده قلت له انت سباح طموح وانا مدرب طموح هنوصل لكده. انا قعدت انا كنت جاي النادي الاهلي فتره صغيره لان انا كنت بشتغل في الامارات وانا قعدت اتوددت مع النادي الاهلي عشان الميداليه دي. وكان في اللي ماسك السباحه ساعتها المرحوم كابتن سيد صادق الله يرحمه وطبعا كابتن محرر راغب كان موجود ويعني قلت لهم انا هجدد بس علشان اولمبياد الشباب لان انا مقتنع جدا ان احمد هيكسب. طب يا كابتن حضرتك شايف احمد يعني بالنسبه لاولمبياد طوكيو ان شاء الله شايفه ماشي كويس؟ هل ازمه كورونا عطلته شويه رجع لمستوى تاني؟ شايف رؤيه المستقبل القريب لاحمد ايه؟ بص هو احمد علشان مش عشان انا بمرنه ده انا رايي فيه من وانا ماسكه في الاهلي وبعدين المنتخب. هو الموهبه الكبيره في السباحه المصريه هو والدليل كده نتائجه يعني نقول ابو هيف الثاني ان شاء الله. يعني ابو هيف كان سباحه طويله ده الكابتن الكبير بتاعنا طبعا. يعني احمد بالنسبه للسباحه القصيره هو السباح الوحيد في تاريخ السباحه المصريه اللي طلع رابع عالم في بطوله العالم للكبار. وطبعا النادي الاهلي ساعتها حط له صورته على باب النادي بتاعه. صحيح صحيح حصل. والميداليه طبعا ميداليه ذهبيه في اولمبياد الشباب. ولما سافر امريكا حطم رقم امريكا في المايل وارقام الجامعه بتاعته كلها باسمه. يعني هو سباح يعني عنده موهبه وعنده اصرار. بالنسبه للي حصل مع احمد طبعا هو بعد ما خلص الجامعه كان ابتدى يستعد لطوكيو. اخر بطوله قبل التوقف بتاع كورونا كنا احنا مخططين ان هو هيتاهل في شهر 3 نزل بطوله في شهر 2 كان فاضل له 18 على التاهل. حظه وحش بس ان التاهل اتاخر شويه. صحيح. اول بطوله مؤهله احنا البلان بتاعته ان هو يبقى جاهز في يناير ان شاء الله للتاهل. احنا عملنا مش تاهل احنا عملنا ان احنا نخش فاينل لان احنا في ريو دي جانيرو طلع ال 11 ودي برضو احسن نتيجه لسباح مصري في اولمبياد ان شاء الله. احنا املنا بقى ان شاء الله ان احنا نبقى في الفاينل ولما نخش الفاينل لكل حدث حديث ان شاء الله. الفاينل دي ان الثمانيه رحنا الثمانيه نخش فاينل 8 وبعد كده نتكلم نشوف الوضع هيكون ايه. بالظبط كده بالظبط كده فان شاء الله يعني ان شاء الله. تخطيط جميل منك يا كابتن شريف وبشكرك طبعا كابتن شريف حبيبه المدير الفني لمنتخب مصر السابق ومدير فني النادي الاهلي السابق ومدرب احمد اكرم شكرا جزيلا لحضرتك.
طيب اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ونرجع تاني عشان نستكمل حوارنا مع شاب قدوه لكل الشباب احمد اكرم سباح مصر الاولمبي. اهلا بحضراتكم من جديد وبنستأنف حوارنا مع سباح مصر احمد اكرم. احمد يمكن كنا بنتكلم في الفاصل عن فتره مهمه جدا في حياه الشاب. اكيد. وانت شاب ناجح وقدوه لكل شباب مصر. الحمد لله. انت ما شاء الله جبت مجموع كبير، جالك هندسه عين شمس. مظبوط. في نفس الوقت خدت ميداليه ميداليه اولمبياد الشباب 2014 في بكين صح؟ مظبوط. فكان عندك مفترق طرق، احكي لنا عليه واخترت اختيارك ده ازاي؟ انا بعد ما الحمد لله كسبت ميداليه اولمبياد الشباب كان عندي اختيارين، يا اما اكمل في هندسه عين شمس يا اما اخد المنحه بتاعتي واسافر. وجالك منحه كامله يا احمد؟ منحه كامله مظبوط. فانا المنحه بتاعتي انا سافرت امريكا يوم 26/12/2014 ورحت هناك. انا كنت فعلا مبسوط، انا كنت حاجه انا فخور بيها يعني. انا ده السبق اللي انت خدت فيه الميداليه الذهبيه في اولمبياد طوكيو. يمكن اسعد سنه عليك في حياتك 2014. مظبوط. هندسه وسكولرشيب وميداليه كمان. اي يعني اي رياضي او اي سباح عامه مصري يحلم ان يبقى عنده منحه في امريكا. فالحمد لله رحت جامعه من احسن الجامعات في امريكا، والموضوع كان صعب شويه في تاقلم اول كام اسبوع برضو عشان غربه ولوحدي وما بقتش بعمل خاصة يعني خاصه ان انت يعني هنا والدتي ربنا خلاني بتعمل كل حاجه، لكن هناك انا كان لازم اتعود ان انا اطبخ واغسل واعمل كل حاجه بنفسي. بس الحمد لله هناك كان عندي اصحاب في الفريق بيحبوني وساعدوني على طول اول لما وصلت هناك. بعد كام اسبوع خلاص الحمد لله تاقلمت والدنيا بقت كويسه وكل حاجه تمام. كنت بترجع اجازات طويله يعني؟ كنت بترجع فتره طويله هنا في مصر؟ انا كنت برجع يعني احنا بنخلص امتحانات شهر 5، انا كنت برجع على طول بعد الامتحانات اقعد الصيف هنا في مصر واتمرن مع كابتن شريف حبيب. ساعتها بيبقى عندنا بطوله عالم اولمبياد، انا بنزل كنت بنزل كل صيف. 2015 كان عندها بطوله عالم، 2016 كان عندها دوره العاب اولمبيه في ريو خدت فيها رابع. 2015 رابع وفي ريو خدت ال 11 في ال 1500 ما شاء الله. و 2017 كان بطوله عالم برضو، فكنت بنزل اتمرن على طول ما كنتش بنزل يعني اخد اجازه. جالك فرصه تاخد جنسيات ثانيه يا احمد؟ يعني والله اتعرض عليا بس دي حاجه انا مش عايزها يعني. انا شايف ان هنا الجنسيه المصريه احسن حاجه، ويعني مش هعمل ايه برضو بالجنسيه بتاعت بره يعني. برافو عليك. أنا عايز أقول لك إن ده يعني أنا بسأل السؤال دليل أن تمن السباحين اللي بيبقوا أو أبطال الألعاب الفردية بيجي لهم عروض طبعًا. تجنيس طبعًا وجنسيات أخرى طبعًا. ولكن أنا سعيد جدًا بردك إن أنت فخور بجنسيتك. لا فخور طبعًا وعايز أعمل حاجة لبلدي يعني. أنا يعني في لعبة السباحة إحنا لسه ما وصلناش إن حد يكسب ميدالية أولمبية، فأنا إن شاء الله ربنا كاتب لي إن أنا أكسب ميدالية أولمبية هنقل السباحة في مصر وإن شاء الله في الوطن العربي. فدي حاجة هدف انا حاطه قدامي انا عايز احققه يعني ان شاء الله. انت قدوه لكل الشباب يا احمد. وخليني برضو اخش برضو في حته تانية مهمه، انت اكيد طبعا السباق ده بتاع امريكا برضو يا احمد اخر سباق اخر سباق ليك. خليني اقول ان انت عشان توصل الاولمبياد ليك طريق، انت كنا اتكلمنا فيه قبل الفاصل ان برضو اوضح للساده المشاهدين ان انت في رقم الاتحاد الدولي بيحطه هتحققه في اي بطوله بتشارك فيها تبع الاتحاد الدولي، بتحقق الرقم ده اوتوماتيك بتتاهل للاولمبياد. مظبوط. انت طريقك ايه للاولمبياد؟ مخطط ازاي عشان تتاهل للاولمبياد؟ انا ان شاء الله باذن الله حاطط هدف ليا في شهر 1 ان انا اطلع بطوله ان شاء الله وانزل سباقات ال 800 و 1500 واجيب ارقام التاهيل واحسن كمان. بطوله شهر 1 دي بطوله ايه يا احمد؟ دي بتبقى بطوله دوليه. انا حاطط لوكسمبورغ تقريبا بس هنشوف الظروف يعني حسب ظروف الطيران ولو الدنيا يعني ماشيه كويس ان شاء الله. لو لا قدر في حاجه ممكن نشوف مكان تاني يعني ان شاء الله. طب احنا كنا بنتكلم في الفاصل برضو يا احمد ان الدكتوره رانيا علواني مظبوط كانت اللي فتحت لكم الويندو او علت طموحات السباحين المصريين. اكيد. ازاي ايه الموضوع؟ انا من وانا صغير يعني دكتوره رانيا هي سافرت من اول اوائل الناس سافرت امريكا وعملت اسم للسباحه في مصر طبعًا. في امريكا طبعا فخورين بيها كلنا طبعا. فدي دكتوره رانيا انا ده شخص كنت بوصله وعايز ابقى زيه من وانا صغير، وهي زي ما حضرتك قلت فتحت لسباحين مصريين كتير ان هم يبقوا احسن ان هم ياخدوا منحه في جامعات في امريكا. فدكتوره رانيا طبعا انا بحترمها وبقدرها وهي واقفه معانا وعايزه تساعدنا، وان شاء الله الفتره اللي جايه نقدر نعمل حاجه كويسه كلنا يعني. وكان ليك صور شفتها كنا عرضناها في التقرير برده مع دينا فريد برده السباحه بتاعتنا ان شاء الله ان شاء الله. اللي هي بس يمكن دينا السباق بتاعها او السباق بتاعها مش موجود في الاولمبياد، هل ده برده ممكن تغير سباقها؟ هل لا فريده بتعوم ال 50 حره برده وال 100 حره، فالسباقات دي موجوده في الاولمبياد وال 100 فراشه.
هو السباق اللي مش موجود 50 فراشه بس هي كويسه قوي في السباقات الثانيه، وان شاء الله تعمل حاجه كويسه لمصر يعني ان شاء الله يا رب. انت عارف يا احمد يعني القدوه مهمه جدا اكيد، وانت زي ما الدكتور رانيا علواني فتحت لك الباب او كانت قدوتك في يوم من الايام اكيد، انت دلوقتي الناس اللي بتتفرج علينا انت قدوتهم. دي حاجه دي يعني انا بفتخر بيها ودي شرف ليا، عشان زي ما حضرتك قلت انا من وانا صغير كنت ببص لحد عايز ابقى زيه، ودلوقتي في ناس صغيره. دي الصوره اللي مع فريده فريده عثمان، انا اسف فريده عثمان، وكانت دي كانت فين في دي دبي؟ دي كانت في دبي 2016 كانت بطوله عربيه. طبعا نجوم يعني نجمين كبار في الصوره يعني. معلش قطعتك اتفضل. لا ولا حاجه. فزي ما حضرتك قلت انا في دلوقتي ناس صغيرين بيحلموا ان هم يبقوا زي او زي فريده او زي علي خلف الله، ناس كتير قوي يعني. بس فان شاء الله نعمل انجازات الفتره اللي جايه كام شهر اللي جايين، ونعمل ارقام وانجازات احسن ان شاء الله عشان نطور السباحه، وان شاء الله نختمها بميداليه في اولمبياد طوكيو ان شاء الله. يعني بقول لك يا احمد انت قدوه كبيره جدا، وحاجه يعني تشرف اي رياضي انه يعني يعمل معاك لقاء، لانه انت رحله يعني مركز في شغلك، مركز في امورك. طب كلمه سريعه يعني تحب تقولها للناشئ او ناشئين السباحه اللي بيتفرجوا علينا، كلمه السر في النجاح. كلمة السر اللي انت لازم هتتعب في حياتك، يعني ما فيش حاجه سهله في الدنيا دي كلها، لازم تتعب وتمر بصعوبات وتحديات، بس اهم حاجه ان انت تكمل. يعني في ناس كتير هتوقفك، في ناس كتير هتقول انت مش هتوصل، بس اللي بيكمل هو ما بيسمعش كلام الناس يعني. صحيح. صحيح. انت لازم تكمل، حط هدف قدامك وتتمرن عليه، وان شاء الله توصل. احمد انت نورتني وشرفتني. ربنا يخلي حالك. ربنا يخلي مصر الاولمبي. نورتني وشرفتني وانا سعيد بيك، ويا رب اسعد احسن واحد يا رب ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين، زي ما وعدناكم في اول حلقه هنجيب القدوه هنا للشباب، والحقيقه انا ما لاقيش قدوه احسن من احمد اكرم. اخلاق وهدف وشغل، دي قدوه احنا عرضناها لكم، قصه من قصص الابطال اللي احنا دايما هنفضل نجيبها مرارا وتكرارا، عشان احنا لينا رساله هنا. اعزائي المشاهدين، انتهت رحلتنا النهارده مع الحلقه او حلقتنا مع الابطال. ان شاء الله انتظروا حلقات الاسبوع القادم، وهيكون معانا ابطال جداد مع الابطال.